شكرا. الحقيقة أن ما صرح به المسؤول الإيراني كان صادما للجميع. كنا ننتظر أن يكون هناك مبادرة كما بالمثل. نعم بادرت المملكة العربية السعودية، نعم، وأمدت يد السلام لها وأجرت معها عدة مفاوضات، والأمر لا يكون بهذا الكلام الذي يظهر أن النوايا الإيرانية غير جادة في الحوار والسلام، نعم وهذا يؤزم المنطقة، والمنطقة ليست محتاجة للتأزيم، فنحن في أزمة حقيقية. فهذا التصريح، أنا أتمنى أن الشخص هذا قد لا يكون مسؤولا، وتصرح الحكومة الإيرانية أن هذا الشخص غير مسؤول، لكن للأسف هذا الشخص مسؤول. فمن كلامك أعرف نواياك ومن أفعالك تتأكد. فإيران لديها أمنية الحصول ليس فقط على القنبلة النووية، والحصول كذلك على كل الأراضي العربية بما فيها حتى يعني مكة والمدينة، هذا في قضية تصدير الثورة وأطماعهم معروفة. صحيح. فللأسف إيران تأخذ قضية فلسطين كقضية مركزية، ولكن الحقيقة أنها تحور قضايا العرب لمصلحتها وتحقيق مصلحتها، وتسير العرب كما حصلها مع حماس وغيرها الذين تبعوها الإيديولوجية الإيرانية. وكذلك لو رجعنا إلى ما حصل في مصر، وكيف كادت مصر أن تذهب مع طهران ونفقد كذلك مصر، ولكن رعادت الأمور إلى إصابة مصر ولله الحمد بفضل أهل مصر وبفضل المملكة العربية السعودية والدول التي تبحث عن استقرار المنطقة.